احنا قبل كده قلنا ازاي نعمل الشعريه، نحمرها ونحطها في برطمانات بحيث ان احنا لما نحتاج نعمل بيها شوربه، نعمل طاجن، نعمل شعريه مثلا بالكبد والمكسرات تبقى جاهزه، لانها بتاخد مننا وقت طويل عشان نطلعها باللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. فدي عندي شعريه جاهزه، طب هنعمل بيها ايه الشعريه الجاهزه اهي؟ ماشي، هنعمل بيها ايه بقى؟ بصوا بتبقى جاهزة خالص، هنحط عليها والله بفكر اعمل الصوص الاول. لا بصوا بقى، انا هشيلها اعمل الصوص الاول احلى. هي يعني ممكن نعملها كده بس لا، الصوص الاول احلى، ونسقط الشعرية فيها ونسيبها بقى تستوي. ماشي، طيب الصوص بقى بتاعنا عبارة عن ايه؟ لبن بودره، ماشي، بيديله دسامه حلوه قوي، زبده طبعا اهي، سكر قرف. اول حاجه هعملها ان انا احط السكر كده يدوب في الزبده، بس هزود الزبده شويه اهو، يدوب كده، عايزاه يدوب في الزبده. احط الباقي كده، ابتدي احط القرفه مش كتير، يا دوبك بس كده. الله على الريحه اللي طالعه. احط اللبن واقلبه معاهم، عشان كل ده بقى هيدوب في ميه مغليه. بس انا عايزه اللبن كده ايه، يتحمص كده شويه. ونخلي بالنا عشان ايه، السكر. شايفين، هحط بقى الشعرية عليه تستوي بقى جواه. بنسويها لحد ما الصوص ده يكاد يكون بقى خفيف قوي، ماشي، يعني ما يبقاش كده. دلوقتي بصوا الشعريه اهي اللي باللبن والسكر والقرفه والزبده، خطيره، عايزه اقول لكم خطيره. هنعمل كده، ندخل كده جواها المكسرات وتتاكل بقى. بصوا انا جايبه لها كده ايه، بصوا حلوه قوي، هنحطها وكل واحد بقى يغرف اللي هو عايزه بالمعلقه. دي اسهل. عايزين بقى تحطوا شويه لبن سخن عليها، حبه صغيرين كده، وزي البليله كده، تمام. هيبقى محتاج بس لبن من غير ولا سكر ولا اي حاجه، هي فيها كل المكونات. بصوا اهي،